حصري اسمعوا الكلمتين دول وتركوهم واسمع على دورهم ولانكم كتع كسح كسل مفيش فايده فيكم مهما خدتوا ما بتشبعوش. دي جي محمود رشاد ريميكس. الحياه كوتشينا تعالى اتفضل وخش يا بتلعبي يلا معروف انا العب لي يا هبل يا بتلعبي يلا معروف انا العب لي كلها بقيت بتشلف كلها بقيت بتسيل عشان توصل للجمة ربع يا زميلي بسمة عشان توصل للجمة ربع يا زميلي بسمة ملخص الحكاية عشان تلعب معايا لازم اشوف تطاطط تقر ولا انتايا لازم اشوف تطاطط تقر ولا انتايا بطلوا حبا نفسانا بلاش تجيبوا في سرتانا بطلوا حبا نفسانا بلاش تجيبوا في سرتانا عرفت ناس كتير عندال وياما غدرين بيانا اشتكى انتقى ناس ميت في افريقيا قربت معركه في ثواني على الارض في شرق نقدر بعدنا يا ريت نبص لنفسنا يا ريت نقدر بعدنا يا ريت نبص لنفسنا يا ريت نحب من قلبنا يا ريت نحب من قلبنا انزل والبس لي يا خال احنا المدافع احنا الدوال في كلام هنا فاضي بيتقال الحق يا صاحبي ده لعب عيال المهنة لمت شنيبة الشيالين والحبيبة شغل عيال ما بحبه خلاص حاجة غريبة يلا أنا البابا أنا العوم أنا العوم أنا في مجالي واكل الجو واكل الجو أنا البابا أنا العوم أنا في مجالي واكل الجو اسمع يلا من ناكلين حجمك صغير ومش شايفينك ومش في الدماغ اصلا ناسين انتوا لسه ما شفتوش حاجة واللي جاي تقيل الكلام خلصان ومحمد الرايق من المنشية بيندي بالاقصان واخويا دوش ما بيقول الركع على المفعول وموت